بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم بعنوان الرجل الذي أكل نصف الرغيف وتصدق بنصفه الآخر. فكان الرجل يأكل في الطريق، فجاءه سائل ومعه رغيف، وقال أعطني ما أعطاك الله، فقسم الرغيف بينهم نصفين، فأخذ يأكل الرغيف وتصدق بالنصف الآخر للسائل. فجاءه سائل آخر وقال أعطني ما أعطاك الله ملابس، فخلع الثياب من عليه فأعطاه القديمة وجعل عليه الثياب الجديدة. فجاءه رجل آخر وهو كفيف وقال اذهب بي لهذا المكان، يعني وديني المشوار ده، عاوز توصلني لهذا المكان. فأخذه ووصله لهذا المكان الذي يريده. فجاء في المنام وهو نايم في الرؤيا جميلة ما شاء الله، قصة في منتهى الروعة والجمال، ونتعلم نعطي وندي للآخرين. فجاءه الخير كله بقى شايفه، فقال يا ليته كان كله على الرغيف، يا ليتها كانت جديدة على الثياب، يا ليته كان بعيدا على المشوار على الطريق اللي وصله لهذا الكفيف. قالوا رسول الله بيندند في كلمات اهدي، راحوا قالوا يا رسول الله، قال له انت عملت ايه؟ قال له اديت نص رغيف في الاخر واكلت نصه، وواحد طلب مني الثياب اديته القديمه وجعلت الجديده عليه، مشوار الكفيف، وهكذا. يعني كل واحد اعطاه ربنا اللي بيعطي، واتوه من مال الله الذي اتاكم، يعني انفقكم ما رزقناكم سرا وعلانيه، ايات كثيره على الانفاق والاعطاء والتصدق، كل حاجة الخير كثيرا لا يعد ولا يحصى، أنت عد نعمة الله لا تحصوها. فجاء يعني بقى فرحان الرجل، يا ليته كان كله، يا ليتها كانت جديدة، يا ليته كان بعيدا. الله الله على الأعمال الصالحات، ذلك ما قدمت يداك، وأن الله ليس بالظلام للعبيد، ربنا ما بيظلمش حد أبدا. من زرع حصد ومن جد وجد، يعني اللي انت بتزرعه هتلاقيه، من زرع حصد ومن جد وجد. كل ما بتجتهد في العبادة بتبقى تقرب لربنا أكتر وأكتر، وتحب ربنا أكتر وأكتر، والحبيب اللي سيدنا محمد أكتر وأكتر. تقرب، تصدق بر الوالدين، تصدق بابتسامة، ادخل على أي بس تدخل عليه تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتكتب لنفسك كلمات سعادتك بها في الدنيا والآخرة، الصلاة على رسول الله، استغفار، دعاء، تدعي للآخرين، بدل ما تكتب لهم كلمات لا تليق بهم هذا المكان، تستغفر ربنا افضل واحسن عشان تشهد لك. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، محدش بيظلم ربنا ولا يظلم ربك احدا، اللي انت عملته بتلاقيه. اللهم اجعلنا ممن ينفقون في السر والعلانيه من اهل الانفاق يا رب العالمين، كبر خاطر والدي يا رب العالمين، والدكتور كمال صلاح العباد والبلد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.